الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الطالب بتطوان، والتي تنظم إلى غاية 14 من مارس بثانوية بلاد. الملتقى كما هو معروف هو ملتقى كيخص الطلبة اللي تقرأوا في السلك البكالوريا أو ما فوق. دونك هذا الملتقى هذا كيحاول يوفر جميع المعلومات المتوفرة على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي بالنسبة للمباريات اللي كيخصوا هاد الطلبة هادو. كنحاولوا ما أمكن أن يكون واحد العنصر الجديد كل سنة في كل دورة، وكنحاولوا نجي نستقطبوا يعني العديد من المدارس لا على مستوى الجهة ولا على مستوى المملكة. الملتقى يتوقع استقطاب 15,000 زائر من مختلف مناطق ولاية تطوان، ويهدف إلى توفير كافة المعلومات للطلبة والتلاميذ. اللي قبل ما يشدوا الشهادة البكالوريا يعني مزيانة ليلهم، فهمت؟ يعني كيكون التلميذ باقي ما كيعرفش، يعني هذه صالحة ليلو بواحد النسبة مهمة. وهذا الملتقى هذا مزيان يعني باش يقدر يحفز التلامذة أنهم يختاروا اللي كيوالمهم، لا سواء ماديا ولا يعني معنوي، اللي تقدر مثلا تساعدهم أنهم يعني يكونوا بشوف ديك التوجيه اللي اختاروا يعني مرتاحين، ويعني عند حسن الظن لا الأنفس ديالهم ولا الوالدين ديالهم. اختيار التكوينات المناسبة لولوج سوق الشغل أو مواصلة التحصيل العلمي، وكذلك التعرف على شروط التسجيل في مؤسسات التعليمية، هي أبرز أهداف الملتقى الذي يشكل دعامة مهمة لمنظومة التربية والتعليم.